بصوا بقى، هحضر اول حاجه معاكم تتبيله حلوه قوي في الخلاط. تمام، عندي هنا ايه، بصلايه كبيره مقطعاها كده ايه اربع صغيره، اي يعني قطع عشوائيه كده، وعندي إيه فلفلايه رومي خضره، ولو ليكم بقى في الحامي ممكن تخلوها فلفلايه شطه، ومعايا إيه فصين إيه من الثوم، ومعايا هنا ثلاث إيه طماطمات عشان الطماطم اللي عندي صغيره. لو الطماطم اللي عندكم كبيره حطوا يا اما طماطميه كبيره يا اما طماطمتين وسط يا اما زي كده ثلاث طماطمات صغننين. بصوا الطماطم عندي صغيره خالص. خلاص هحط كل الكلام ده في شفشق الخلاط. حلو قوي كده. تمام، هبتدي بقى ان انا ايه اتبلهم. هحط الاول بس معاهم إيه، هعصر نص ليمونه، تدي مزازه يعني حلو قوي. خلاص، وهحط كمان معلقه زيت، وهقول لكم انا حطيت معلقه الزيت دي ليه دلوقتي اهو، يعني مقدار كده ايه معلقه زيت. ابتدي بقى احط الملح، بسم الله كفايه، ولو عوزت ابقى ازود. واحط بقى ايه التوابل بتاعتي اللي هتديني طعم حلو. هحط بقى ايه نص معلقه كده فلفل اسود. تمام، وهحط بصل بودره، كل حاجه بقى هقول لكم عليها دلوقتي هتبقى نص معلقه. تمام كده، وبهارات فراخ، انا المعلقه دي اللي عندي دي صغيره يعني اصغر من معلقه الشاي، فبمقدار مع نص معلقه. الحاجه الوحيده اللي هحط منها ربع معلقه بس هيبقى اللورة والحبهان المطحونين دول. خلاص، لو مش عندك مطحونين عادي ممكن تحطي اللي هم الورق كده. تمام، وادي البصل البودر كده كده كله هيتفرم ايه مع بعضه. وهحط كمان بابريكا برضو كله كده ايه نص معلقة، اللي هيديني بقى طعم مميز وريحة تحفة تحفة الروزماري. بصوا الروزماري اهو حطيت منه نص معلقة. طبعا البهارات دي اذواق يا جماعة، يعني في نوع بهار مش عندكم او مش بتحبوا تحطوه عادي، مش لازم ان انتوا تحطوه يعني. وهحط ايه نص معلقة زعتر، كل ده هيديني إيه حاجة يعني ريحة حلوة قوي. خلاص، كل المكونات دي عشان تلف معايا هحط عليها نص كوباية مية، وهروح بقى ايه اضربها كده ايه كويس جدا لحد ما تبقى خليط ناعم. عايزة اقولكوا اصلا من قبل ما اضربها والله العظيم ريحتها تحفة، وريحتها ايه طالعه كده وجميله قوي. يلا هروح اضربهم بقى لحد ما ينعموا معايا ونرجع نشوف. ضربتها وبقت معايا اهي، بصوا ناعمه خالص ولونها حلو قوي، وضقتها كده ولقيتها خلاص ان هي مش محتاجه ايه ملح ولا حاجه. هنزلها بقى في الصينيه اللي انا ايه هعمل فيها الاكل بتاعي. تمام كده، بصوا بقى عندي هنا قطع الفراخ، انا طبعا غسلها كويس جدا جدا ومنضفاها، وكمان شايله الجلد منها. خلاص، لو حاطين الجلد يعني لو عاملين قطع الفراخ بالجلد بتاعها مش هتحطوا بقى في التتبيله معلقه الزيت، يعني انا حطيت معلقه الزيت عشان تخلي لي الفراخ طريه ما تنشفش. خلاص، اهم حاجه ان انا اخلي الفراخ تتبل كويس جدا جدا بالتتبيله دي وتدخل في كل حته ايه في قطع الفراخ. انا عامله باوراك فراخ، ممكن تعمله بصدور او ممكن تعمله بفراخ كامله زي ما يعجبكم. اهم حاجه ان احنا نغسل الفراخ كويس جدا جدا قبل التتبيله، لان احنا لو غسل يعني لو تبلناها وهي مش مغسوله حلو مش هتطلع معايا كويس. خلاص اهو، يلا ابتدي بقى ان انا ايه اتبلها كويس جدا. انا بحب التتبيله يبقى لونها احمر كده عشان تخلي الفراخ ايه حلوه. زي ما قلت لكم بقى التتبيلة دي حلوة قوي قوي، ان هي مش محتاجة ان احنا نركن فيها الحاجة مدة طويلة من قبلها بيوم او ساعة او الكلام ده، لا ده احنا هنشتغل على طول وهننجز على طول وهتطلع طعمها تحفة. انا دلوقتي مشغلة الفرن على 180 او يعني فرن وسط على الشبكة. تمام، الشبكة يعني في الرف الوسطاني، وبقيت الفرن من تحت بس مش بحتاج الشواية ولا حاجة، هي بتلون كلها بعد ما بتستوي يعني، بحطها وما بغطيهاش ولا حاجة، بحطها بحالها كده بالصينية وخلاص، وحسبها تاخد وتدي مع نفسها، واول ما الاقيها اخدت لون خلاص هلاقيها استوت وبقت زي الفل، وهي اصلا كده كده الوراك بتستوي من الهوا. تمام خلاص، فانا دلوقتي ايه هروح ادخلها الفرن زي ما هي كده من غير اي حاجة تاني، وبعدين نكمل بقى نشوف هنطبخ ايه تاني النهاردة. هعمل بقى ايه دلوقتي رز، بس الطريقة حلوة قوي
وتغيير عن الرز العادي بقى اللي ابو شعريه والرز الابيض والحاجات دي. بصوا عندي هنا اصغر بصلايه، بصلايه صغيره قوي قوي، فرمها ناعم كده، وفص واحد بس من الثوم. خلاص احطهم كده مع بعض، هحط معاهم كده ايه مكعب زبده، حط معلقتين ايه زيت كده مع بعض اهو، بسم الله، عشان ايه يفلفلوا برضو ايه الرز. سيبهم بس يسخنوا كده. بصوا بقى يعني ايه، يعني هقلب تقلبتين كده مع البصل والثوم من غير ما يلونوا، يعني مش عايزاهم ياخدوا لون ولا اي حاجة خالص، يا دوب بس ايه شوحتهم شوية. هحط عليهم بقى دلوقتي التوابل اللي انا عايزة احطها، يعني لما بتنزل كده في المادة الدهنية وهي سخنة بتطلع كل النكهة الحلوة اللي فيها وبتخلي الاكل طعمه مختلف خالص. احط بقى ايه نص معلقة من الكاري ونص معلقة من الكركم اهو، هحط كمان معاهم مكعب من الماجي، واقلب بقى كل ده كده ايه مع بعضه. عايزه اقول لكم الريحه تحفه، وريحه الفراخ كمان وهي في الفرن قلب المطبخ كله. بصوا بقى ريحه التوابل كده خطيره، بتطلع يعني الريحه الحلوه كلها بتاعتها في قلب الاكل. بصوا بقى شايفين، عندي بقى هنا بسله وجزر، تمام، دول كانوا عندي في الفريزر طلعتهم كده من غير ما يفكوا ولا حاجه. اقلبهم بقى، بجد الريحه تحفه. اقلب، عايزه البسله بالجزر دول يتشوحوا شويه ويستوي، يعني حاجة بسيطة، يعني ياخدوا شوية سوا كده حاجة بسيطة. هسيبها بقى دلوقتي تتشوح شوية كده مع البصل والثوم والتوابل والحتة اللي هي لسه مجمدة دي كده تفك، تمام، يعني مش كتير، على بال بس ما اروح اغسل الرز بقى كده. خلاص اهو شوحت في البسله شويه حلوين، لحد يا دوب بس ايه ما غسلت الرز وخلاص، لو في اي حاجه ما كانتش فكه معايا في البسله فكيت خلاص. هجيب بقى ايه الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي ان انا ايه انزله كله كده. طبعا مخلص واقلبه بقى كويس قوي كده مع البسله بالجزر بالتوابل بكل اللي احنا حطيناه ده. الرز ده طعمه حلو قوي قوي وبيليق مع حاجات كتير، مش شرط الفراخ، ممكن مع كفته مشويه، ممكن مع بانيه، بيليق مع حاجات كتير قوي، ما بيقولش لا، وحلو ومغذي وفيه خضار، وممكن يبقى وجبه كامله لو حطينا جواه مثلا مكعبات فراخ او لحمه مفرومه، وما يحتاجش جنبه حاجه غير بطاطس بس محمره كده وخلاص، طبق سلطه وخلاص، تمام. احط له بقى ايه المقدار الميه بتاعته، بسم الله، ده رز مصري فكل كوبايه رز بتاخد معايا كوبايه من الميه، وطبعا هحط الملح، واخد بالي ان انا ما اكترش ملح لاني حاطه مكعب ماجي، فلو مش حاطين مكعب الماجي حطوا بقى الملح المناسب، وطبعا بنحطه وبندوق يعني. بسم الله نقلب بقى كده، وزي اي رز عادي على نار عاليه لحد ما يبتدي ان هو يتشرب، يتحط على نار هاديه جدا ويستوي براحته. بصوا بقى خلاص اهو الرز اتشرب، هبتدي ان انا اقلبه بقى تقليبه كده علشان ايه البسله بالجزر يتوزعوا كويس ايه جوه الرز. خلاص وههدي عليه بقى النار خالص واغطيه يعني تاني وخلاص، واسيبه بقى لحد ما يكمل سواه. هعمل بقى دلوقتي سلطه حلوه قوي برضو، سلطه زبادي، يعني سهله وبسيطه خالص وطعمها حلو. عندي خيارتين اهم، تمام، هبتدي ان انا ايه ابشرهم كده بالمبشره، بسم الله، خلاص كده اهو بشرتهم. هجيب بقى ايه بوله او طبق واحط فيها علبه زبادي كبيره،
او يعني 4 علب من اللي هم الصغيرين بتوع السوبر ماركت. اهي بصوا بقى هحط عليها ايه، هحط عليها نص معلقة سكر تمام، ودي علشان اشيل بقى ايه الحموضة اللي بتكون في الزبادي تمام، الطعم اللاذع اللي في الزبادي بيديها طعم حلو قوي. خلاص واحط بقى ايه رشة ملح بسيطة كده، وبرده حاجة بسيطة قوي كده من الفلفل الاسود، بصوا يعني حاجة بسيطة، وسنة كمون، حط بقى ايه نقطتين ليمون بس كده، وهحط بقى ايه معلقة زيت تمام، زيت زيتون او زيت عادي موجود يعني، ادي معلقة زيت، هقلب بقى كل ده كده ايه مع بعضه، ولو عندكم نعناع بقى اخضر ممكن تحطوا برضو بيبقى تحفة، بيديها ريحة حلوة قوي، بس انا يعني مش عندي النهاردة، وقلب بقى كل ده كده ايه مع بعضه. قبل بقى ما احط الخيار لازم ادوق، ليه؟ علشان لو احتجت ان انا ازود رشة ملح ازود، احتجت اني ازود رشة سكر ازود، يعني ادوق الصوص ده كده، ويعني لو لقيت طعمه حلو خلاص مش محتاج حاجة ما زودش بقى ايه اي حاجة كده. اقلب بقى كويس قوي، عايزة اقول لكم طعمها تحفة بجد، يعني التكة بتاعت رشة السكر دي بتخليها حلوة قوي اهو، وبقت كده جاهزة معايا اسرع سلطة زبادي. نسيت بقى ايه ازود مكون اساسي قوي، فصين من فص واحد قصدي من الثوم، بيدي برضو تيست حلو قوي ايه لسلطة الزبادي، فص واحد بس او يعني على حسب بقى ايه الكمية. وقلب بقى وخلاص كده بقت جاهزة معايا اهي، بصوا قوامها تحفة وريحتها حلوة وطعمها يعجبكم قوي بالطريقة دي وسهلة خالص. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه النهاردة، بصوا بقى الاكل شكله يفتح النفس، وعملت لي طبق سلطة خضراء كده زي ما انتوا شايفين جنب الاكل برضو، وشيبسي بقى وسلطة الزبادي اللي احنا عملناها، بصوا الرز شكله حلو ازاي ومفلفل وريحته تحفة، جربوها يعجبكم قوي قوي. والفراخ تعالوا نشوف الفراخ بقى استوت ولا ايه، بصوا اصلا طرية خالص ازاي من معلقة الزيت اللي انا حطيتها، ومستوية يعني بصوا اهي مش مستحملة، مستوية سوا حلوة قوي. جربوا الاكلة دي كده مع بعض، يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة وتاخدوا منه ولو اي فكرة بسيطة وتطبقوها، وتقولي لي رأيكم في الكومنتات. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، ما تنسوش بقى لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس على الكل هيوصلكم كل جديد. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة، باي باي.